بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائي طلاب الصف الثامن في مدرسة الحكمة، اليوم معكم درس جديد وهو درس الصدق. الصدق صفة رفيعة وخلق كريم من أخلاق الإسلام، وبه يرتقي الإنسان إلى أعلى المراتب، وبه سعادة الناس، فيعيش الناس حياة حب وثقة وطمأنينة. فالصدق فضيلة وهي من أعظم الفضائل، وهو مظهر من مظاهر السلوك السوي. فلا يكون الإنسان شجاع إلا إذا اتصف بالصدق، ولا يكون أمينا إلا إذا اشتهر بالصدق وعرف به. فصاحب الفطرة السليمة يميل إلى الصدق ويتجنب الكذب، لأنه انحراف عن الصراط المستقيم والفطرة السليمة. فالصدق ركيزة أساسية في كل شأن من شؤون الحياة، ودعا إليه الإسلام: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وبالصدق قامت حجة الأنبياء، فما من نبي إلا واتصف بالصدق. فكان النبي صلى الله عليه وسلم عليه أفضل الصلاة والسلام يلقب بالصادق الأمين. قال الله تعالى فيه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والصدق له مظاهر، إما الصدق في القول أو في الفعل. طبعا من مظاهر الصدق صدق في القول وصدق في الفعل. زي ما احنا قلنا، الصدق في القول قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. فينقل المسلم الأخبار كما هي بدون إضافة ولا تزييف ولا تزوير، حتى في النصيحة يكون صادقا في النصيحة. هنا يكون القصد منها تحقيق الخير والصلاح للمنصوح. أما الصدق في العمل: يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. صدق العمل وذلك يكون يتحقق حين يكون أداء المسلم للعمل نابعا من داخله ومتفقا مع حقيقة باطنة. فالمؤمن يكون صادقا مع الله حين يوافق قوله سلوكه ونيته، والطالب يكون صادقا مع معلمه إذا اجتهد في دراسته. فوائد الصدق: ينالها الصادقون في الدنيا والآخرة. ففي الصدق راحة للضمير وطمأنينة للنفس وشعور بالثقة ونجاة من المهالك. وفقكم الله لما يحبه.